مطاعم انتشرت بسرعة الضوء بأحياء العاصمة الرباط، تقدم أشهى الأطباق السورية وتجعلك تستمتع بالثقافة الشامية دون تكلف عناء السفر. إنها المطاعم السورية التي باتت تعرف إقبالاً منقطع النظير من طرف زبائن، باتوا يحفظون عن ظهر قلب أشهر أكلات المطبخ الشامي. أبو أحمد صاحب مطعم يمال الشام الذي يعتبر أشهر مطعم سوري بالمغرب، مزركش بحلي وألوان تذكر بالوطن الأم، تلخص ثقافة بلد في مساحة ضيقة وسط الرباط. أستاذي، نحن جينا الحمد لله لهون واشتغلنا بالأكل الشرقي وحاولنا نقل التراث بلدنا، مثل ما لك شايف المحل تقاليده بهي، والحمد لله لقينا أقبال كثير من الأخوة المغاربة بشكل عام الأجانب اللي عم يتوافدوا للمغرب، وهي الحمد لله كانت الأكلة لها أقبال وانعرفت وعجبتهم للناس الحمد لله. أمثال أبو أحمد يقدرون بالمئات، هاجروا من سوريا قسراً، لكن عزيمتهم وصبرهم ساعدهم على إقامة مشاريع تجارية ناجحة، وخاصة المطاعم السورية التي أصبح لها صيت كبير في المغرب. حسن زبون يرتاد مطعم يمال الشام بشكل منتظم، والسبب في ذلك ثقته في جودة الأكل السوري. كنجي لهذا المطعم بشكل أسبوعي، نظرا لأني ملي كنجي هنا كنحس بأني في الشام أو في سوريا، كنستكشفوا ولا كنكتشفوا التقاليد السورية وثقافة الأطعمة السورية. إخوان ديال المطعم لا من متعاونين، ولا الأخ بحمد مسير هذا المطعم، هذا ربطنا معهم علاقات تقريبا أسرية، كنعرفوهم وكيعرفونا وكيرحبوا بينا، والحمد لله ولفنا هذا المطعم هذا. الإقبال بالنسبة للإقبال هون المغاربة، كاين إقبال كثير على المطعم الحمد لله رب العالمين، والمغاربة دائما يعني بيحبوا يغيروا، دائما بيحبوا الأكل الشرقي، وإحنا هون بدورنا يعني بنحاول نعطي أحسن وجه عن المطبخ الشرقي وبالخصوص المطعم السوري، يعني المطبخ السوري الحمد لله. وبالنسبة للمأكولات في طباخين سوريين، وكمان في استعانة بالمغاربة بيتعلموا وبيطبخوا وخدامين، والحمد لله رب العالمين. وتخص السلطات المغربية اللاجئين السوريين بمعاملة وتسهيلات استثنائية لإقامة مشاريعهم كما يقولون. كذلك يظهر مواطنو هذا البلد وداً واحتراماً لأشقائهم الفارين من مرارة الحرب وقسوتها.